السلام عليكم يا شباب، اهلا فيكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. اعزائي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الاول، هنحل النهارده تيست على يونت 2 شابتر 1 اللي هي الثل ثيوري، عشان نقدر نفهم احنا قد ايه مستوعبين هذا الدرس، وان شاء الله الاسئله تكون سهله بالنسبه لكم. اتفضلوا يا شباب. In biolab a student observed some phenomena on carrying out an experiment by using compound microscope. هو كان بيستدي شويه، بيفحص شويه حاجات بالكومباوند مايكروسكوب بتاعه او اللايت مايكروسكوب بتاعه، فلقى شويه حاجات كده. ويتش وان، هيقول ايه هي الحاجات دي، انهي واحده بقى في الحاجات اللي لقاها ذيس فينومينا سبورت ذا سيل ثيوري. تمام. هو لقى ان السكيليتال ماسل فايبر كونتين سيفرال نيوكليي. فعلا الماسل فايبر زي ما ناخدها فيها كذا نيوكليس، هي الطبيعي ان السيل الواحده يبقى فيها نيوكليس واحده، ولكن لما ناخد الماسل فايبر هنشوف ان فيها كذا نيوكليي. هل الكلام ده يدعم السيل ثيوري؟ لا طبعا. طيب، لان الماتيور ريد بلاد سيل دونت كونتين نيوكليي، الكلام ده حقيقي، بس هل ده يدعم السيل ثيوري؟ لا طبعا. لان نيو سيل ار فورمد فروم سيلولار ديفيجن، في سيلولار ديفيجن بتطلع لي نيو سيل، وده يدعم الحقيقه السيل ثيوري، لان السيل ثيوري قالت لك ان السيل جايه من بري اكزيستنج سيل، مفيش سيل كده بتوجد من الفراغ، صح كده؟ يبقى سي دي تدعم السيل ثيوري. اخر حاجه لقاها ان ذا سيلز اوف ذا اندوكراين جلاند تيشو كونتين نيوكليي، ولا ليها علاقه بالسيل ثيوري. اللي لقاه ده كله صح طبعا علميا، ولكن الوحيده اللي فيهم تدعم السيل ثيوري هي رقم سي، صح كده يا شباب؟ اوكي. Which of the following graph expresses the relation between the size of the cell of a certain tissue in a leaf of corn. لو الكلام كتير هنشوفها في الكيرف، ها؟ حلو جدا. And the magnifying power of the light microscope lens that are used in examination. لو الكلام كبير تعالوا نشوفها من الكيرف اسهل. هو عايز العلاقه ما بين الماجنيفيكيشن باور، انا ما اختارش الكيرف ده، هم كلهم زي بعض، ها؟ لا، هو خلينا ناخد ده. هو عايز يشوف العلاقه بين الماجنيفيكيشن باور والسيل سايز. كل ما تزيد الماجنيفيكيشن باور، كل ما تزود قوه تكبير الميكروسكوب ده، مش السيل سايز بيكبر، عدد السيل بيقل، بس هو عايز العلاقه مع السيل سايز. اوكي، السيل سايز لو الماجنيفيكيشن باور كبر، السيل سايز هتكبر، صح كده؟ وبالتالي العلاقه بينهم دايركت ريليشن شيب، فالعلاقه بينهم هتكون دي، صح كده؟ تمام. اوكي، دي انفيرس ريليشن شيب ودي دايركت ريليشن شيب، دول ما لهمش مكان عندي. الاجابه بي، صح يا شباب؟ اوكي. طيب، رقم 3، في ثلاث جمل كده تعالوا نقرا. The living organism are originated spontaneously، يعني living organism كده لوحده كده بدون اي مقدمات نلاقيه اتخلق. اوكي، تمام. All the living organism consist of cell either single cell or groups of cells، يعني unicellular او multicellular. كلام جميل. The cell is the building and the functional unit for all living organisms. تمام، ثلاث جمل. انا شايف ان الاثنين دول في السيل ثيوري، اللي فوق دي ما لهاش اي علاقه بالسيل ثيوري، صح كده؟ تمام. Which one of the previous statements support the cell theory؟ خلاص، ما احنا قلنا مين؟ 2 و3 صح؟ فالاجابه 2 و3 يعني. 1 و2 لا، هي 2 و3. الاجابه 2 و3، مفيش ده 3 اونلي. طيب لا، هي 2 و3، صح يا شباب؟ اوكي. ماشي. سلايدن was the first scientist who observed that the cell is the building unit because ايه بقى؟ هو اول واحد قال لك السيل بيلدينج يونت، بس هو يعني العيب الوحيده في شلايدن ان هو قال في البلانت، شوان صلح اللي هو قاله بقى وقال لك في كل الليفنج اورجانيزم هي البيلدينج يونت هي السيل، وجي بعديهم فيرشاو وقال لك ده مش البيلدينج يونت بس، ده كمان الفانكشنال يونت، صح كده؟ طب هو شلايدن عمل كده ليه؟ او يعني ليه هو اول واحد قال ان السيل هي البيلدينج يونت؟ بيكوز he was the first who observed the microscopic organism. هو اول واحد شاف الميكروسكوبيك اورجانيزم؟ لا خالص، ملوش علاقه. واول واحد شاف الكلام ده هو ليفين هوك، صح كده؟ او فان ليفين هوك. طيب، he was the first who examined an animal tissue. هو اصلا كان بيدرس البلانت، تمام، and found that it is consist of cell. لا طبعا مش هو اول واحد، وهو اصلا كان بيدرس الايه، البلانت تيشو، مش الانيمال تيشو. طيب، he was the first who examined plant tissue and found it is consist of cell. الجمله دي صحيحه لغايه ما نشوف، بس الاخيره غلط، ها؟ سي دي صحيحه، شوف الاخيره يعني. he was the first who made a compound light microscope. لا انا قبليكم ما اعرفش مين اللي عمل الكومباوند لايت مايكروسكوب، اوكي، بس مش هو يعني، هي السي هي الاجابه الصحيحه. تمام يا شباب. The microscope that is used in studying the details of the internal surface
of mitochondria in a muscle cell. ده انا عايز ميكروسكوب يفحص لك الانترنال سيرفيس بتاع الميتوكوندريا زي ما هناخدها بعد كده بالتفصيل ونشوف الانترنال سيرفيس ده متكون من ايه وده مين اللي هيجيبه لي. ده طبعا ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، مفيش حد هيجيب لك الكلام ده غير ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، فالاجابه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب بدون تفكير، صح يا شباب؟ اوكي. The first scientist who proved that the cell is functional unit. انا لسه قايل مين اللي قالها؟ فيرشاو هو اللي قال functional unit. فيرشاو. اوكي يا شباب. The scientist whom Schwann depends on one of his principle in showing his conclusion. يعني مين هو الساينتست اللي اعتمد شوان على وان من البرنسبل بتاعته عشان يعمل الكونكلوجن بتاعه؟ انا لسه قايل من شويه شلايدن عمل الراجل كل الشغل بس عمله على البلانت سيل، وقال لك البيلدنج يونت بتاعت البلانت سيل هي الايه السيل. شوان بقى كمل اعتمد على البرنسبل دي وراح شاف الانيمال سيل لقاها برضو بتتكون، كل الانيمال تيشو بيتكون من سيل. يعني شوان اعتمد على شلايدن، صح كده؟ اعتمد على مين؟ على شلايدن. سهل يا شباب؟ ماشي. The scientist who is the founder of cell theory. أول واحد يعتبر ال founder of cell theory. أول واحد طلعت منه من كلمة إن السيل هي ال building unit. هو صحيح قلنا غلط وعملها في البلانت بس أو ما قالش الأنيمال كمان، بس أول واحد قال لك السيل هي ال building unit كان شلايدن. أوكي يا شباب؟ كان شلايدن. أوكي؟ تحسوا إنه اسم ألماني عتيق شلايدن، ها؟ أوكي. light microscope with magnifying power equal 400x. هو بيكبر 100x sorry 400x. if the magnification power of its ocular lens 10. يبقى على طول المagnification power of its objective lens 400 divided 10 تطلع 40، صح كده؟ والنبي محدش يغلط في غلطات المثل البسيطه دي، ولا دي اتعملت تايم دي واتعمل راح واحد طلب كده اختارها لي 4000. ها اخطاء المس بتاعت اعدادي وابتدائي دي مش عايزها. اوكي مش يعني مش غلطتي، انتوا اكبر من كده بكتير. اوكي يا شباب. When the magnification power of the ocular lens of a light microscope تطلع 30x. What is the magnification power of the objective lens to obtain the maximum magnifying power for this microscope. طب انا عارف ان اللايت مايكروسكوب ده اخره كده عشان اشوف الصورة كلير كده وحلوة اخر 1500 تايم، صح كده؟ فلو انت عندك الاوكولار لينس 30 يبقى الاوبجكتيف لينس كام عشان ما تعديش 1500؟ لو خدتها 10 هتبقى 300، صح كده؟ لو خدتها 30 يبقى 30 تايم 30 هتطلع الماجنيفاينج باور 900، احسن شوية ولكن لسه عندي 30. لو خدت معاها 50 يبقى دي 1500 ده اخرك، ها 70 دي الصوره تطلع ان كلير. يبقى انت لو عايز احسن يعني ماكسيمم ماجنيفيكيشن زي ما قال لك خد ايه 30 تايم 50، يبقى خد ال 50. سهل يا شباب. اظن الليسون مش صعب خالص، الليسون سهل. استعدادا ان احنا ندرس السيل الترا ستراكشر، الليسون الجاي ان شاء الله شابتر 2. ستادي هارد يا شباب، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.